بداية بتردد على المحل هذا من فترة اللي هو محل بيت شوب. بدي أجيب لعنده الحيوان الأليف اللي أنا بربيه اللي هو عبارة عن قطة صغيرة. هذا المحل بالنسبة إلي هو مكان مريح ويعني آمن. بوثق أحط قطتي فيه وأحيانا بسيبها لما بضطر الأمر إنه بتحتاج تدريب أو إنه بتحتاج تضل فترة لما بتكون تعبانة. واثقة في المحل بديروا بالهم عليها وبطعموها وبحافظوا عليها بشكل كامل. بنقدم احنا مجموعه من الخدمات في محلنا بتتعلق جميع الحيوانات من طيورها او حيوانات او اسماك، كل نوع على حسب الخدمات اللي بتعلق فيه. يعني تقريبا للقطط في خدمات حمام، خدمات سشوار، تقليم اظافر، صبغ شعر، قص شعر، عنايه، مركز ايواء تقريبا للقطط اللي هي اكثر شيء بيحكوها قطط تبني موجوده في الشوارع، الناس تقدر تجيبها عنا نهتم فيها عنايه طبيه اهتمام، بنشوف الناس يتبنوها يهتموا فيها يطعموها بدل ما تكون مرميه في الشوارع. خدمات ثانيه تزاوج قطط، عنايه في الاولاد الصغار. حيوانات ثانيه موجوده تقريبا، يعني هي هذه خدمات تقدر تقوليها على اكثر من نوع، ممكن على الكلاب تمشي الخدمات هذه، على مستر، على الطيور المدربه اللي صارت فكرة جديدة عند الناس إنه القفص العصفور بطل جوا القفص صار برا القفص، صارت الناس تيجي تشوف تتفرج لما تشوف واحد تاني بيهتم، فالفكرة بدأت تنتقل لواحد لواحد، بدأ اهتمام يزيد عند الناس. يعني تقدر تقولي في طبقة صارت ممتازة من الناس بيحبوا الأمور هذه وبيهتموا فيهم أكثر ما كيف بدي أقول لك اللي هم بيحبوا يهتموا فيهم، مش لأنهم بسس لأنهم روح أو لأنهم كلاب، بيهتموا فيهم لأنهم مروح. يعني ممكن يكون يقدم له عناية ومصروف زائد أدوية علاجات، هو يكون مثلا مرمية في الشارع مقابل إنها روح ما يسيبها شيء.